بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل سنة وأنتم طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم. وأسأل الله العلي العظيم أن يتقبله منا ويوفقنا في العمل فيه من العبادات وقراءة القرآن، وأن يجعلنا من عتقائهم من النار إن شاء الله تعالى. قولوا آمين آمين إن شاء الله تعالى. موضوعنا النهاردة بمناسبة شهر رمضان الكريم، فموضوعنا هيتكلم عن الصيام في شهر رمضان. وإن شاء الله كم فيديو برضو كم سلسلة وراء الفيديو ده إن شاء الله عن الصيام في الأمور التانية، اللي زي مثلا 3 أيام قمرية، 2 وخميس، 10، يوم عرفة، ذو الحجة، يعني زي كده. فإن شاء الله احنا النهاردة بس هنتكلم في الفيديو ده عن صيام شهر رمضان. بعد كده في صيام طبعا النوافل والتطوع والقضاء وحاجات زي كده، ان شاء الله هيكون في السلسله باذن الله تعالى، فتابعونا ان شاء الله. ولكن كل سنه وانتم طيبين وحضراتكم في صحه وسلامه ان شاء الله تعالى. موضوع النهارده شهر رمضان، صيام شهر رمضان. حد شاف في الرؤيا ان هو شاف ان هو شهر رمضان جه وهيصوم شهر رمضان او صايم في شهر رمضان؟ فده له أوجه عديدة كثيرة تختلف مع اختلاف الأحوال واختلاف الأحداث واختلاف الأجناس. ده كله لو ولكن احنا على قد ما نقدر حصرنا بعض الأشياء اللي هي تهمكم أو تشغلكم قوي. فأوجه التأويل لهذه الرؤية لصيام شهر رمضان تحديدا، يعني دليل على النذر، دليل على المرض، دليل على السفر، دليل على غيبة يعني ونميمة، دليل على عز، دليل على توبة، دليل على صحة، دليل على يمين، دليل على حج، دليل على ولد ذكر، دليل على اليقين، دليل على حفظ القرآن، دليل على البشارة، دليل على الخبر، دليل على الخير، دليل على قضاء الديون، دليل على الجنة. الجنة يعني يكون إنسان في جنة أو في حفاظ من الله عز وجل. دليل على الوقاية، دليل على الأمانة، دليل على قتل أو غيبة أو بهتان، دليل على الحرمان من أمور في الحياة، دليل على العفة، دليل على الشفاء، وحاجات كتير احنا ما ذكرناش ولكن تظهر في ظهور الرؤية. يعني أحيانا ممكن ما نفتكرش حاجة مثلا معينة، ولكن عندي أحوار رؤية معينة أو أحداث رؤية معينة بنفتكر الأصل أو العنصر التأويلي اللي يكون وجه من الأوجه اللي احنا ما قلناهاش فيه. ولكن في رؤية من رأى أنه أفطر في رمضان، ده اللي بيشغل الناس برضو. فده دليل أن صاحب الرؤية إما يمرض وإما يسافر. ده مجرد أن هو أفطر دون سبب، يعني ما عرفش أن هو متعمد، هو لقى نفسه بيأكل وآه ده أنا في رمضان، ما عرفش هو كان ناسي أو يعني حاجة مبهمة، لا هو ناسي ولا هو قاصد يعني أن هو يفطر. ده دليل على مرض أو سفر أو اغتاب بعض الناس. لكن حد شاف الرؤية أن هو أفطر ناسيا، طيب هو أفطر ناسيا على إيه؟ على ماء أو أكل؟ حاجة من الاتنين. الماء أو الأكل هنا لها تأويل. إذا كان أفطر ناسيا ولكن مش عارف هو أكل إيه أو شرب إيه، ما يعرفش لسه، ده دليل على رزقا حلالا إن شاء الله يرزقه الله عز وجل رزقا حلالا. ولكن إذا أفطر على أكل فأهم حاجة أن يكون مشبعش، ناسي وأكل أكل طبعا، لكن قبل ما يشبع افتكر أنه هو صايم. فده دليل على التوفيق في حياته المعيشية من الدخل ومن الحاجات اللي بيقتت منها. ولكن إذا كان نسي، أي حد شاف الرؤية أنه نسي وشرب، فهنا شرب هنا دليل على التوفيق وإتمام الأمور في الحياة الأسرية في إن شاء الله تعالى، وبرضو دليل على صلة الرحم والمودة وصحة جيدة إن شاء الله تعالى. أما من صام في نومه رأى أنه صايم، يعني ده دليل على الشفاء، وخاصة الناس اللي هم أصحاب الأمراض الروحانية زي المس والسحر. لو هو شاف نفسه أنه هو صايم وهو عنده هذا المرض فهنا دليل على الشفاء لصاحب المس أو صاحب السحر. هذا والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.